السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أخوكم حمزة دوسو كغاص. اليوم سوف أقوم بشرح كيفية تفعيل تنصيب برنامج الـ EDM وتفعيله مدى الحياة إن شاء الله. نبدأ على بركة الله، تابعوا معي. نقوم أولا بالدخول على المتصفح، ثم نقوم بالدخول على جوجل ونكتب تيليشارجي EDM. نقوم بالدخول على الرابط الأول ثم نضغط على زر تيلي شارجي، تحميل عادي. سوف يبدأ هنا بالتحميل، ننتظر إلى غاية انتهاء التحميل بأكمله. أنا قمت بتحميله سابقا حتى لا أطيل عليكم الشرح. بعد انتهاء التحميل نقوم بتنصيبه على الجهاز. نقوم بتنصيبه عاديا على جهازنا. سويفون 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 تيرميني. اوكي اوكي الآن كما ترون باقي 9 أيام وتنتهي النسخة، سوف نقوم بتفعيله ونتخلص منها لاحقا، ليس الآن التسجيل، سوف نقوم بتسجيل لاحقا. بعد انتهاء التنصيب كما ترون نقوم عفوا بالدخول على نقوم يعني بإنشاء راكورسي أو اختصار. نقوم بإنشاء اختصار على سطح المكتب حتى أسهل عليكم الشرح. نقوم بالدخول، كما ترون أنه يقول أنه باقي 9 أيام ويتوجب علينا التسجيل. الآن ماذا نفعل؟ نقوم بالدخول على هذا الرابط وقد وضعته أسفل الفيديو لتحميل الباتش. نعود إلى المتصفح ثم نقوم بالدخول على هذا الرابط ونقوم بتحميل الباتش. نضغط على زر تيليشارجمون ريغولييه، سيبدأ هنا العد التنازلي إلى غاية الصفر، ثم سيظهر لنا رابط تيليشارجي مانتونو. نقوم بالضغط عليه وننتظر تحميل الباتش عاديا. في حالة انتهاء التحميل، أنا قمت بتحميله سابقا، نقوم بالدخول على الباتش، تنصيب الباتش. كما ترون قمت بتنصيب الباتش. بعد أن قمنا بتنصيب الباتش نقوم بالدخول مجددا على الـ EDM. سوف تظهر لنا نافذة تقول لنا بأنه يتوجب علينا التسجيل. أدخل أنت ما شئت من البيانات، أنا سوف أقوم بإدخال اسمي. الإيميل، ضع أي إيميل تراه مناسبا. يعني نيميرو سيري، الآن أنا قد قمت بوضع نيميرو سيري أو الكي أسفل الفيديو، قم بنسخه وضعه هنا كولي، ثم نضغط على زر أوكي. انتهى التفعيل. الآن كما ترون قد ذهبت يعني نافذة الأون ريجستري وهو مفعل بنجاح ومدى الحياة إن شاء الله. بهذا نكون قد أتممنا شرحنا اليوم، أرجو أن تكون قد استفدتم اليوم. إذا أعجبكم الشرح اضغطوا على زر الإعجاب، وإذا أردتم أن تقوم بترك استفساراتكم أو تعليقاتكم حول هذا الفيديو، في حالة إذا أردتم أن يصلكم جديدي اضغطوا على زر سبسكرايب أو أبوني.
وسيصلكم جديد على قناة اليوتيوب. أستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.